تعال نروح لساعات العمل. مصر خلال العشر سنين اللي فاتوا من 2014 وحتى هذه اللحظة واخدة خطوات حقيقية فعلية، يعني فاعلة، وليست مجرد الإجراءات اللي عاملة زي الوردة اللي بتتحط في عروة الجاكيت. مسألة حماية المرأة المصرية، البحث عن مصلحة المرأة المصرية، ازاي اقدر امكنها، وازاي اقدر اخليها منتجة، وازاي اقدر احميها، وازاي اقدر اخليها مستريحة. فخفض ساعات العمل للزوجات الحوامل واربع اشهر اجازة وضع، زمان كانوا ثلاثة بالمناسبة. مشروع تعديلات النواب على قانون العمل، معانا على تليفون سيادة النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك زميلي العزيز الأخ الفاضل. يا فندم أهلا بحضرتك، ده شرف ليا. هذه التعديلات يا سيادة النائبة يعني شكلها عامل إزاي، ونصل بيها إلى كان السبب فيها إيه؟ هو يا فندم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 من قانون العمل. بقترح فيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى إن أنا عايزة أدي للسيدة الحامل من الشهر السادس ساعة من ساعات العمل راحة ليها، لأن من الشهر السادس بتبتدأ يعني زيادة أكتر الألام ومتاعب المرأة بتكثر أكثر في هذه الأوقات. صحيح. تاني نقطة أنا بقول الأربع شهور أجازة بدون بالمرتب ومنهم شهر يكون قبل الوضع، لأن آخر شهر في الحمل بتكثر ألام على المرأة، وخصوصا إذا كانت مثلا طبيبة أو مدرسة وبتسافر لأماكن بعيدة من القرى والنجوع والكفور عشان تزاول مهنتها الشريفة، فبتتحمل أتعاب السفر وغيره. صح. وحتى المرأة العاملة في المصانع أيضا والمرأة العاملة في مجال النظافة مثلا بتتحمل مشقات كبيرة جدا. فإحنا بنقول أربع شهور أجازة، منهم شهر قبل الوضع وبعدين الثلاث شهور، على أن يكون ثلاث مرات فقط في مدة عملها. ثالث حاجة ويمكن دي أهم حاجة ودي حاجة إنسانية جدا وبتلمسني، المرأة الأم اللي بيكون عندها طفل مريض بمرض مستعصي مثل الكانسر واليعوذ بالله، الطفل بيقدر ياخد أجازة من المدرسة ويقعد في مستشفته زي 57 مثلا، والأم علشان تبقى مرافقة ليه بتاخد أجازة بدون مرتب، وهي في الوقت ده يا فندم بتبقى محتاجة طبعاً لكل قرش طبعا. فيعني السيد الرئيس فخامة الرئيس بيعز المرأة جدا وسماهم عظيمات مصر. صحيح. كان في عام اسمه عام المرأة، وبصراحة حصلنا على مجموعة من مستحقات كثيرة جدا اجتماعية وسياسية واقتصادية، فدي يعني من الأولويات ان المرأة فعلا تشعر ان في يد حامية عليها ومسندينها ومأزرينها في مرض ابن ليها او زوج ليها، بشرط انها بتقدم المستندات الموثوق منها من مصدر موثوق منه. طيب انا لو سمحتي لي سيادة النائبة يمكن عايز اقترح حاجة، انه بخصوص الاجازة بتاعت الزوجة الحامل اربع اشهر، انا بالنسبة لي ده انا معاكي 100% اتفق جدا يعني، لكن ثلاث مرات خلال المدة انا اظنه ده كتير، انا افضل انها تبقى مرتين، فنبقى ماشيين في اتساق كامل مع توجهنا كلنا كدولة في مسألة الحد من الزيادة السكانية. يعني انا مش عاوز اشجع على المزيد من الزيادة انا او يعني الزيادة السكانية والمزيد من الانجاب، طفلين حلوين زي الفل قمرين في البيت وكفاية. طفلين حلوين جدا يا فندم في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتجتاح العالم كله. أيوة. ولكن هو أنا قلت ثلاثة لأن القانون أساسا مش شرح ثلاثة، فأنا مش جاية أنقص لك، أنا بكمل. طب ما احنا نكمل ونعدل للجنة ومناقشتها.
يعني نكمل ونعدل. ده مقترح يجي في بالي اتساقا مع توجهنا كلنا، كلنا بنتكلم على زيادة سكانية ضخمة جدا بتهدد دائما بالتهام معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي احنا عايزين نساعد في الاتجاه ده. فلو حملنا التعديل على مرتين يبقى كويس، خصوصا انه كده كده يعني القانون لا يعمل بشكل سابق، هو هيشتغل بشكل لاحق، فيعني ده اللي جاي، اللي خلف خلف وخلاص وتمام. نشكر الله ان المجلس رفع المقترح للجنه المشتركه من لجنه القوى العامله والدستوريه، واكيد كما يتراءى لهم وهيطرح اكيد على جميع السادة الزملاء النواب، وهيكون في رأي أكيد سديد أخير بيشمل الموضوع إن شاء الله. أنا بشكرك جدا، هذا تعديل هام جدا 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 وداعم للمرأة والسيدة المصرية. كل الشكر سيادة النائبة سهام بشاي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية.